نحن مبسوطين كثير بوجودنا اليوم بابتداء كريكا بالساحل. خبرنا مستر حلفي، انت شو الاحداث اليوم بعد افتتاح؟ I am so excited جدا بالناس الجميله اللي موجوده دي. احنا المكان ده تعبنا فيه جدا والحمد لله يعني ربنا كرمنا النهارده والناس كلها جميله والفايبس جميله، وانا بصراحه تمام مبسوط جدا ومبسوط بوجودكم معانا جدا. احنا مبسوطين اكثر. خبرينا ساره، ساره هي الفيس بيهايند ذا ماركتينج للافتتاح. خبرينا شوي انسايتس عن هاو تو يو ميك اول ذس هابن. اولا ثانك يو سو ماتش ان انتم موجودين معانا النهارده. عايز اقول لك انا وكلمي استغنى كتير قوي قوي، وحلمي يعني وات وي بن ذيز، الدنيا حلوه والسيمز فان، بس ورا البروجكت ده عشان يطلع بالمنظر ده في ديب ما كانش بينام عشان يطلع البروجكت المنظر ده. واحنا كمان بنعتبر وحلمي سبيشالي بيعتبر انه كل حد في جريكا فاملي ممبر، يعني جريكا بالنسبه للناس اتس هوم، فاي حد بيجي احنا اخويا فريند صحابي اللي في مكان هنا اتس احنا يونيك قوي في حته انه زي الناس كلها عارفه بعضها، احنا وان تيم. ايفن الجست اللي هيجي لنا يعني على سيره الجست، مين هن السربرايز النهارده اللي حيكونوا موجودين؟ السربرايز احنا عازمين مجموعه كبيره من الانفلونسرز والسليبرتيز صحابي اللي بحب حلمي طبعا. طب انا عندي سؤال بعد حلمي، خبرنا على الليتست بروجكتس اللي هو هيفتح عن ايفن بكايرو. ان شاء الله احنا عندنا 9 اور بوت هتبقى فاهم شهر بط، ان شاء الله افتتاحها باذن الله يبقى بعد الساعه على طول 15 باذن الله. سارة في any more insight؟ عايز اقول لك لو جان شفت الاوبننج احنا دعينا قوي في البروجكت، ومعانا مجموعه يعني ناس في صحاب من الوقت، الناس كلها جايه عشان بتحب جريكا، عشان بتحب حلمي، عشان بتحب المكان، فاكيد في 9 اور هتشوفوا فور سليبرتيز اند انفلونسرز. طب يلا ليتس هاف فن